kita ini semakin banyak imam. Ada yang minta lagi jadi imam itu. Anak kecil insyaAllah jadi imam insyaAllah. Minta dia jadi imam, dia iri ngeliat kita jadi imam ni. InsyaAllah. Ba'da tomorrow. After tomorrow insyaAllah. Bapak dan Ibu, waktunya tinggal 5 menit. InsyaAllah bisa witir kita. Qumu ila salati irhamukumullah. Witirnya 3 rakaat. Ustaz Najib, witir. Taib. Qumu ila salati. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بفضلي ورحمني وجبني ورفعني ورزقني وهديني فعبني وعبنا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله ربنا وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد، من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونتوكل عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا الله برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا أعمال الصالحات، وتقبل منا أعمالنا الصالحات، وتقبل منا أعمالنا الصالحات. اللهم تقبل منا دعاءنا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا يا الله وأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادر، ألطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك يا الله، ومن طاعتك يا الله ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين يا الله
ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا كريم العزيز الغفار. اللهم اغفر موتى المسلمين، اللهم اغفر موتى المسلمين، اللهم اغفر ذنوب جورج نوري حسن يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر ذنوب محمد سعيد أمبدر يا الله. اللهم اغفر ذنوب موتى المسلمين من امواتنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين. يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, agak lebih jam 11.5 menit. Mudah-mudahan tidak mengganggu peraturan. Kita sekarang niat dalam hati, dibaca dengan mulut tapi niat dalam hati. Ya, siapa yang bisa baca? Yang kecil siapa yang baca? Yang kecil mana tadi? Sini. Niat puasa, bisa enggak? Nawaitu somaga di sini. Sini. Jangan senang jadi imam ini. Ini dari tadi dia mau jadi imam. Nawaitu somaga di sini. Nawaitu. Kayak gini. Nawaitu sama qadin anadai fardu syahri ramadani fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sejaku niat puasa di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada siapa ini? Ini orang tuanya kasih duit kepada dia. Ya. Baik. Kita sudah niat semuanya dipimpin oleh anak muda lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan generasi sekarang, Bu, Bapak, Insya Allah jadi penghuni masjid semuanya, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi dengan anak kita, Insya Allah. Saya yakin anak-anak muda LA nanti ke depan akan menjadi, Insya Allah, malaikat di atas permukaan bumi, Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.